الدكتور محمد هو بيتكلم وبيناشد موضوع المتوفين ده. هو الموضوع ده يعني القانون طلع من 10 سنين او 12 سنه بتاع انك تاخد تبرع من واحد ميت. المشكله في الثقافه بتاعت الشعب كلتشر. هل هو يقبل كده ولا لا؟ يعني في واحد بيقول ايه، انا اقول لك انا لما اموت خد اللي انت عايزه مني، ابني بقى او ابويا. هو ده الكلتشر، الشعب بتاع بره موافق على كده، الكلتشر اللي ده يوافق، لكن لسه احنا الكلتشر بتاعنا ما جاش للنقطه دي. فتلاقي ابن بتبرع لابوه، واحده بتتبرع لجوزها او كده، واخد بال حضرتك؟ بيأثر عليك نفسيا؟ يعني انت بتتعاطف قوي مع الناس دي؟ طبعا بتتعاطف مع الابن اللي جاي يتبرع لابوه، او واحده بتتبرع لجوزها، او واحد بتبرع لمراته، طبعا بتتعاطف معاه، واخد بال حضرتك؟ والحقيقه انه دي برضه انك تاخد من المتبرع مات محتاجه. يعني ايه، انا رحت في امريكا عند بيتسبرج ستارزل مثلا، مره الطياره ما جاتش، خدت بال حضرتك؟ وكانوا فتحوا العيان، ما هي مشكله ده، عايزه بقى ايه يعني اتصالات مظبوطه، واحد مثلا سيستم. وزي ما محمد قال ان يمكن احنا اكتر مكان في الدنيا كلها، لان الطوارئ جنب بينك وبين الطوارئ اسانسير، واخد بالك؟ يعني مش هتروح بعيد، لكن التانيه دي محتاجه مثلا واحد مات في اسوان ممكن تجيبه هنا. واخد بالك؟ هو دكتور محمد بيمثل لك رقم في حياتك؟ دكتور محمد بيمثل لك رقم؟ محمد زميلي طول عمره، واحنا من ايه ميزته؟ انتوا كده تقريبا احنا يعني. طبعا انا شايف. انت شايفه ازاي؟ شايفه ازاي؟ لا محمد انسان كويس جدا، راجل كويس جدا، كويس الحمد لله. لا كدكتور وكدكتور كبروفيسير كجراح هاي الحمد لله يعني. وانت شهادتك مجروحه ولا ايه؟ ليه؟ طيب؟ لا مظبوطه شهادتي، مظبوطه 100%. منكم اصحاب قوي؟ ما احنا اصحاب قوي طبعا. احنا اصحاب من اولى جامعه. يعني انت معاه من اول العمليه؟ امال ايه؟ احنا بدانا سنه 2004، كان بيجي لنا واحد من فرنسا الدكتور كوالو، وجه عمل معانا 34 حاله. وبعدين بعد ال 34 كنا بنعمل كل 3 4 اشهر حاله. وبعدين جه الدكتور محمود المتيني معانا 7-8 حالات، وبعدين احنا كملنا داخلين على 1000 حاله دلوقتي. كويس. داخلين على 1000 حاله. ده رقم طبعا كبير، احنا بنعمل حوالي 90 حاله في السنه. لو المبنى الجديد ده اتعمل هنعمل 4 حالات في الاسبوع. فشوف بقى الضرب ده في 2 على هو انا معطلك عن الشغل حضرتك؟ لا لسه. الحاله دي ريسيبيان، ده اللي هيستقبل الكابيتال.